السلام البنات، اهلا وسهلا مره ثانيه. اليوم ان شاء الله جينا غنقدموا كونفيتور. وعدتكم البنات بواحد السلسله ديال لي كونفيتور، غنصايبوا كونفيتور البنات بالقرعه الحمراء. لي قرعه حمراء واحد كيلو ونص نقيتو، وعندي واحد طريف ديال سكينجبير خضر ها هو تا هو نقيتو. عندي البنات واحد كاس مع عمرش ديال الليمون، وعندي واحد حامضة عصرتها، وحكاكة باش غادي نحك ديك سكينجبير. وعندي البنات كيلو ديال السنيدة غنعبرو ها الميزان البنات، غندير كيلو ديال السنيدة. كيلو واحد 16 غرام زايده ماشي مشكل. دابا البنات غناخذ هذا السكينجبير ديالي، غادي نحكو حكاكه فوق هذه القرعه. هذا السكينجبير البنات كيتواتى مزيان مع القرعه الحمراء. حنا كنعرفوا البنات القرعه الحمراء الفوائد ديالها بالنسبه للدراري الصغار البنات، القرعه الحمراء صحيه بزاف بزاف، مزيانه للدماغ، كتفتح لهم الدماغ والذاكره، ما فيهاش ليدام، ما فيهاش، يعني صحيه 100%. كتجي البنات زوينه ملي كطيب كونفيتور، تقدري تشديها كونفيتور وتزيدي لهم عليها طريفات ديال الكركاع طحنيه، تخلطيه مع داك الكونفيتور القرعه وتوكليه للوليدات الصغار، كيجي بحال كياكلوا الكومبوط. البنات غناخذ هاد الكريعه ديالي غنديرها عندنا الجميله فاش غنطيبو بلا نتا باش غنحركو. عندنا هاد الكيلو ديال السنيده البنات ها هو، غنخويه هنا كي العاده اللي مبغيناش كنحيدوها، حيدو الميزان ديالنا من هنا. غنزيدو البنات هاد الكاس، نص كاس هاد العصير حامضه، هاد العصير ديال الليمون. غنشعلو العافية البوطة ديالنا البنات، نبلولا عافية مجهدة باش يدوب لينا. غنزيد البنات هداك الطريف اللي كنت وريتكم القرعة، غنزيد نقي وغنزيدو على ديك التمايه. نقرب شويه الكاميرا البنات الطنجره ديالي، نبدا نحرك البنات باش تنسجم ليا ديك العناصر كلها، ديك السكر يذوب ليا مع ديك الليمون ديك الحامض. وبحال كيما درنا ديك النهار البنات التفاح، حنا نبقى مقابلينو التحراك، حنا كنخدمو حنا كنحركو حتى كيطلق لينا، حتى كطيب لنا القرعه ديالنا وتعسل، باش يكون الكونفيتور ديالنا ديال القرعه جاهز وسهل البنات وصحي. غيجربوه وغيعجبكم حتى لوغو ديالو البنات. هذه طريقه توكلوا بها لوليداتكم القرعه. البنات غنحبس حتى باش ما نطولش عليكم الفيديو، ونعاود نقول لكم حتى ملي تغلى ونعاود ثاني نصور لكم. البنات شوفوا شحال طلقت الماء، كنوريكم البنات مرحله بمرحله. عندي يلاه بدات كتغلى البنات، شوفوا ديك السكر مع ديك الثلج شحال طلقت الماء. دابا البنات غنبقاو حاضينها حتى تغلى، حتى ديك الماء يشرب، حتى توقف ديك القرعه ديالنا كامله، تيوجد لينا الكونفيتور صافي. يعني خصنا يطيب، خصنا السكر حتى هو يطيب. انا كنقول لكم البنات قد ما خدات الوقت
الكافي ديالها في الطياب باش ما كترجعش ما تخسرش لينا ما يخسرش لنا الكونفيتور وما يرجعش لنا ديك السكر يولي بحال يولي عاوتاني قاصح بحال السنيده. خصنا السكر يطيب وعاود دابا نتلاقاو البنات كل مره فين ما كل مرحله غنصور لكم شويه. البنات شوفوا هكا كيدير الكشكوشه ها واقفين حداها البنات ربع الكاميرا الضبابات لاحظتوا البنات راه بدا شويه الماء كينقص هذيك الكشكوشه بدات كتنقص انا كنحركو مره كنحركو ولكن منين ينشف الماء مزيان البنات ضروري خصنا نحركو مزيان وخصنا ندعقوها باش ما يبقاوش طريفات غلاض بحال هكا باش كتدخل في بعضياتها وغنتلاقاو ان شاء الله. انا كل مره كان فين ما كان ها هو حتى اللون ديالو البنات بدا كيتبدل وواحد الريحه البنات طالعه منه ريحه ديك السكينجبير طري مع ديك الليمون وديك الحامض والله العظيم البنات كتشهي شهيتكم وكنتو معايا تشمو وكان التليفون كيعطي الرائحه كان غيكون شي حاجه اخرى والله العظيم. البنات الفيديو ديالنا هو بعدين يوجد البنات غناخد هاد الاله هادي غنحاول نبقو شويه باش ميبقاش ليا دوك الطريفات أو الطريفات ولكن يجيو ما يجيوش غلاضين البنات يجيو شويه البنات اللون ديالو هاو تغير البنات هو واجد غنزيدو غير واحد ثلاثه ديال الدقيق وغادي نطفي عليه وغادي ان شاء الله نوريكم البنات كيفاش غادي نخزنوه عاوتاني بنفس الطريقه باش خزننا كونفيتور ديال التفاح. البنات غنوريكم الكونفيتور ديالنا كي جا غنعمرو فهاد القريعات قريعات بطبيعة الحال البنات مغسولين مطايب معقمين ممسوحين مزيان انا بما انني غنستهلكو عما قريب ما غاديش نعطلو غندير غادي ما غاديش نخليه يبرد وغنخزنو في الثلاجة عادي شوفو البنات اللوين ديالو كي جا مازال البنات غادي يبرد وغيزيد يعقد وهذا البنات هو الكونفيتور ديالنا البنات شوفوا ليا الكونفيتور ديال القرعه كي جا داير وريحته البنات جميله جدا كنتمنىكم البنات تجربوه وتعطيوه لوليداتكم ولا عجبكم البنات هادشي اللي كندير تابونا وبارطاجيو مع اصدقاء والاهل باش تعم الفائده وان شاء الله نتلاقاو بقى عندي عاود غندير لكم الكونفيتور ديال الليمون بالطريقه ديالي انا كيجي جميل جدا نتمنىو ان شاء الله نتلاقاو مع بعضياتنا وشكرا البنات على المتابعه وعلى التعليقات الجميله ديالكم الله يحفظكم يا ربي امين. كي كنقول البنات راه دابا انا حيت غنستهلكو في هاد السيمانه ما غاديش يتعطل عندي الا كنتو غادي تعطلوه كنديروا ليه بحال الطريقه اللي درنا لديك الكونفيتور تاع التفاح كن
نكبوه سخون كنقلبوا القرعه ونخليوها حتى كتبرد وكنخبيوه كيبقى. اما هذا دابا انا غادي ندير شوف هاد القرعه كيتسدوا واخا عندهم الجوانه البنات هاد القرعات راه زوينين عندهم الجوان بلاستيك هنا ما كيدخلوش الهواء ولكن انا غنستعمل لكم غاديش عندي درت كميه كيلو ونص عطاني هاد القرعه شويه مويان كبيره شويه وهذه صغيره هانتوما شوفوا شوفوا اللوين ديالو وبالصحه والراحه البنات ونتلاقاو ان شاء الله.